يلا نكمل رحلة طه حسين في فترة المراهقة في قصة الأيام في ثالثة سنة. مراهق سايب بلده وأهله وجاي القاهرة يدرس، بيقابل ويتعامل مع ناس جديدة ما تعرفوش، هدومه متبهدلة ودايبة وما بياكلش غير صنف واحد، بيروح بيت غريب من طريق أغرب في مكان أغرب، والطريق من الأزهر لبيته الجديد عبارة عن باب كبير بيتفتح الصبح ويتقفل بالليل، وبعدها بيعدي على مكان ريحته مقرفة ودنه بتسمع حاجات غريبة عليها، وبعدها يكون وصل للرب. يدخل البيت. البيت دورين، الدور الاول ساكن فيه عمال وبياعين دايما عاملين دوشه، وبعدها بيطلع على سلم درجاته من الحجر، بس من كتر عفنته بيفتكر انه معمول من طين، علشان يوصل الدور التاني فيلاقي بقى الهواء النضيف ضرب في وشه وفي صوت بغبغان، ويمشي شويه ويدخل يمين وكده يبقى وصل اوضته. الاوضه جزئين، اول ما بتدخل الاوضه بتلاقي الجزء الاول اللي فيه المرافق الماديه، الجزء التاني فيه المرافق العقليه، وده الجزء اللي بيناموا فيه ويتكلموا مع بعض وياكلوا ويشربوا ويعملوا كل حاجه، وكمان فيه الكتب. وبعد ما بيدخل الأوضة بيمشي خطوتين بيلاقي حصيرة وعليها سجادة قديمة، وده المكان اللي بيقعد فيه الصبح وينام فيه بالليل، ده غير بقى انه كان حاسس بالغربة في الأوضة عشان مش عارف اماكن الحاجات تهطوها. كان ممكن تقول انك ساكن في أوضة معفنة في الدور التاني عادي، وصف اوفر يعني بيجي على دماغنا احنا في الاخر. طريق طه من البيت للأزهر بيوتره جدا، بس بيحس بالأمان أول ما بيوصل الأزهر، وكطالب علم سايب بلده وأهله وجاي يرمي نفسه في بحر العلم اللي ملوش ساحل زي ما بابا بيقول، كان بيقضي وقته كله في دروس من بعد الفجر لحد الصبح ومن مجلس لمجلس، وكل ده بمساعدة صاحبه اللي كان بياخد طه من إيده ويرزعه في الدرس حرفيا. حب طه للأزهر كان قدامه تحديات في إن حياته ما كانتش سهلة، بيصحى من النوم مفزوع على صوت خبط وحد بيتكلم وهو مش فاهم ايه الاصوات دي، وعنده فضول انه يسال اخوه بس مكسوف. في يوم الجمعه الصبح سمع خبط جامد على الباب، يا ترى مين جاي لهم الصبح بدري كده؟ طلع ان ده الحاج علي الرزاز صاحب صوت الخبط. الحاج علي راجل سبعيني قوي لسانه طويل بس دمه خفيف، بيصلي كل الصلوات بس مش سايب حد في حاله، نمام يعني، ومعاه عصايه بيخبط بيها، والحاج علي كان تاجر رز علشان كده بقى لقبه الرزاز. وسكان الربع كانوا بيحبوه علشان كانوا بيتجمعوا معاه يوم الجمعة ويعملوا يوم البطون وياكلوا ويبسطوا بقى، ودي حاجة بقى زي خروجة أركان يوم الخميس كده بالظبط. بس طه كان بيحس بالإحراج وهو بياكل قدامهم، ومتهيأ له إن كل الناس مركزة معاه، وكل واحد أصلاً يا معلم مركز في أكله عشان ما حدش ياخده منه. طهطوها أنت مش محور الكوكب. ويوم ما الحاج علي الرزاز مات الربع كله زعل عليه، وعلشان كده دايماً وإحنا ماشيين في الحياة بنقابل ناس لطيفة وناس يا ساتر يا رب، إحنا في رمضان يا جماعة مش هعرف أشتغل. وحياة طه كان كلها ناس بتعدي عليه ومتأثر فيه، وهو بقى لسه هيقابل ناس هتضايقوا اكتر. استنى الفيديو الجاي علشان نكمل حكايه طهطوها وهيقابل مين يا ترى. بس السؤال هنا، هي اوضه طه كان فيها ستاير؟ ولو لونها كان ايه؟